تعال نشوف تغطيتنا اليوم من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيك. راح تلاقونا دائما بانتظاركم بكل حب وحماس. الأحلى دلع والأحلى صناعة وشيف، إيش رأيكم بحافظات الكيك بالحجم الصغير بسعر 5.75 ريال؟ هلا لا صراحة شكلها مرة ما يتفوت، بتجيكم ميلامين بغطاء أكريليك وبسعر ولا أروع، أشكالها مرة جميلة بتفتح النفس وحتى الحجم يساعدكم تعملوا أجمل وألذ الكيكات وبأحجام ولا أروع، تاخذوها أو تقدموها لحبايبكم بأحلى الأشكال والأسعار. بغطاء أو بس للتقديم ميلامين باللون الأبيض بأحلى الأشكال وكمان بالحجم الكبير، بصراحة مرة جميلة وما تتفوت، وبسعر كم؟ أكيد 5.75 ريال. هلا لا بس تخيلوا تقدموا فيها الكيك، تخيل الشكل قدي إيش بيكون أنيق وجميل وبيشرف ويواجه قدام ضيوفك وحبايبك. استعمل الكيك بأحلى الأشكال والألوان والخامات وأكيد بأحلى الأسعار. أحلى المنتجات، أحلى الستايلات اللي بتحبوها، تخيلوا أن الدلو المعدن بالشكل البيضاوي متوفر وبأحلى الأشكال وأجملها، ستايل المنقط أو الأحصنة اختاروا اللون اللي بتحبوه، قدموا فيه الميني كوفي أو حتى ميني شوكليت مثلج أو من غير تثليج، تقدروا حتى تقدموا فيه الهدايا بأحلى الألوان والأشكال، بيجيكم بحجم متوسط إلى صغير وبسعر 5.75 ريال هللة القطعة الواحدة، صراحة جدا جميل وأنتوا بتستاهلوا كل حلو. بيضاوي أو دائري اختاروا الشكل والحجم اللي بتحبوه، بيجيكم الدائري كمان بحجم أكبر يعني متوسط وبسعر 5.75 ريال هلل القطعة الوحدة، مرة جميل في التقديم في التنسيق وحتى في الهدايا لو حابة تهدي حبايبي كل غني عليكي محبين الكوفي البارد وبسعر ولا أروع. شايفكم بالتفاصيل الحلوة، الألوان اللي تفتح النفس والتصاميم المميزة وكمان الخامات اللي راح تعجبكم، صحون تقديم بلاستيك خضروات فواكه اللي حابين تقدموا فيه بمختلف الأحجام والألوان، وبسعر كم؟ بس 5.75 ريال هللة القطعة الواحدة، صراحة جدا جميلة. سواء كنتوا بتحبوا الدائري أكثر المربع أو حتى البيضاوي بمختلف الألوان المقاسات والأشكال، وإيش؟ أكيد السعر ثابت ما بيتغير، تاخذوا القطعة بسعر 5.75 ريال هللة بس، يا ترى إيش ممكن تقدموا فيها؟ نقول هلا بالدلع وهلا بالجمال لأحلى شيف وأحلى طباخات وأحلى أصحاب مشاريع، تقدر الحين تكملوا مشروعكم بأجمل التفاصيل الحلوة، تظهروا لزباينكم بأحلى اللوكات والإشكال وبسعر 5.75 ريال هلا القطعة الواحدة، ثلاث ألوان من أجمل الألوان وأحلى الأشكال وبسعر ولا أروع أكيد مع شركة مجمع الشامل. دائما خليكي مميزة، دائما خليكي غير معتادة في تقديماتك في ضيافتك لحبايبك الغالين عليكي، ايش رايكم باكواب حلا جدا متميزة وغير مألوفة وغير معتادة على شكل ترامس بعدة الوان الاورنج الاحمر والازرق وبسعر 5.75 ريال هللة للمغلف، المغلف يجيكم جاهز مع الملاعق ثلاث قطع باحلى الالوان. زبديات تقديم حلا او حتى اكواب حلا الطبقات اكريليك شبيه الزجاج بصراحة تاخذ العقل، شكل المربع او الدائري اختاروا الشكل اللي بتحبوه وبسعر 5.75 ريال هللة، حجمها جدا جميل مناسب لكل الحلويات والسعر ولا اروع. ايش رايك بالجمال؟ اساسياتك وكمالياتك كلها تحت سقف واحد بسعر ثابت، مع مين؟ مع شركة مجمع الشامل، بنهتم لادق التفاصيل لاجملها وبنشتري راحتك كيف ما كانت. ايش رايكم بالصفايات البلاستيك اللي وفرناها لعيونكم؟ بصراحة جدا جميلة شكل ولون وحتى وظيفة، شغلتها مرة حلوة بسيطة وسهلة بنفس الوقت ألوانها تجنن، وبسعر كم؟ 5.75 ريال هللة للقطعة الواحدة. أكيد ما بندلع بس فريق القهوة، كمان حندلع حبايب الشاي والروقان والكيف، إيش رايكم بأجمل بيالات شاي؟ بجيكم الطقم 6 قطع بسعر 5.75 ريال هللة، صراحة مرة جميلة، تخيلوها بشاي أحمر مزبوط على الآخر راح يروقكم وبشكل ولا أروع وأكيد بسعر ياخذ العقل. بيالات الشاي من أجمل وأحلى الأشكال اللي بتتوفر لعيونكم، إيش رايكم فيها؟ صراحة قمة الأناقة، وبسعر كم؟ 6 قطع مغلف بسعر 5.75 ريال هللة، يا سلام على اللون وعلى الشكل، تخيلوها مليانة شاي وبأحلى وألذ النكهات والأشكال.
أحلى الهدايا ممكن تقدميها وبأحلى سعر مع مين؟ مع شركة مجمع الشامل، شركة التميز، شركة الإبداع والجمال. شوفوا معايا الشمعدان أو الشموع الحلوة اللي وفرناها لعيونكم وبأحلى الأشكال والثيمات تقدر تقدميها، وبس عليك تغلفيها بالسلفان وبأحلى شريطة وكرت بعبارات ولا أروع وبأحلى الأشكال. نقول مبروك التخرج، مبروك النجاح، مبروك الاحتفالات الحلوة. ايش رايكم باجمل التغريسات اللي بنوفرها لعيونكم ولكل مناسباتكم؟ معاكم بكل التفاصيل وباجمل الاسعار، تغريسات الاكريليك بمختلف العبارات، تخرج ولاده، ترحيب، وبسعر 5.75 ريال هلله القطعه الواحده. كل التفاصيل اللي ممكن تحبوها راح تلاقوها بنفس القسم بنفس السعر وبنفس الجمال. بوكسات كرتونية، أحلى هدايا حفلات التخرج بشكل ولا أجمل. تقدروا تكتبوا عليها العبارات اللي بتحبوها لحبايبكم وبتاخذوا القطعتين بسعر 5.75 ريال هللة، أبدا ما تتفوت. إيش ممكن تحطوا فيها وإيش ممكن تهدوا حبايبكم بمناسباتكم الحلوة، سواء تخرج، حفل زفاف أو حتى ولادة. تقدروا تسووا التوزيعات اللي بتحبوها، تكتبوا العبارات اللي حابينها كمان وبأحجام ولا أروع، بيجيكم بالحجم المتوسط وبسعر ولا أجمل. ثيم التخرج هالمرة راح يكون مختلف، راح يكون متألق ومتميز. اكتب العبارات اللي بتحبيها سواء نجاح او تخرج او اي هدايا واي مناسبة بنحب نكون فيها معاكم. شايكم بالاكياس الورقية الجميلة باللون الاسود والبني، تاخذ المغلف فيه قطعتين بالحجم المتوسط بسعر 5.75 ريال هللة، صراحة تاخذ العقل، حجمها شكلها ولونها حتى سعرها. لا تشيلهم ابدا، معاكم بكل التفاصيل. شايكم بطاقات الاكريليك باحلى واجمل العبارات وبمغلف فيه 12 قطعه بسعر 5.75 ريال هلله بس، صراحه يا بلاش وجمال وحلاوه القطع اللي بنوفرها لعيونكم. من زينه الحفلات الى الهدايا وحتى التحف والكماليات، شايكم بالبوكس الخشبي اللي وفرناه لعيونكم؟ كمان ينفع يكون تعليقه باب تعبي ورد باحلى الالوان من قسم الورود لشركة مجمع الشامل، واستمتع بأجمل وأحلى تعليقة الأبواب وبسعر كم؟ 5.75 ريال هللة للقطعة الواحدة، حجمها متوسط جدا جميل ومتوفرة باللونين البني الغامق والبني الفاتح، وبتجيكم أكيد خشبية. مين يحب الفازات الزجاجية؟ سواء كنتوا حابينها فاضية أو حتى بتحطوا فيها ورد طبيعي أو صناعي، مرة جميلة في الطبيعة تاخذ العقل. ألوان أو شفافة زجاجية كلها طبعا، بيجيكم ممكن سيراميك، ممكن معتمة وممكن شفافة. بتاخذوا أي قطعة بسعر كم؟ 5.75 ريال هللة بس. زجاجية أو بلاستيك، معتمة أو شفافة، اختاري الحجم اللي يعجبك والشكل اللي بتحبيه، ما بين حجم متوسط إلى الصغير. بتاخذ الصغير قطعتين بسعر 5.75 ريال هللة، والحجم المتوسط قطعة وبنفس السعر الرهيب. شايكم القطع الحلوة، القطع المميزة والجميلة بنفس الوقت، مباخر زجاجية وبشكل ولا أروع وبسعر 5.75 ريال هللة القطعة الواحدة، مرة جميلة، تنفع هدايا، تنفع توزيعات، حتى كمان تنفع تحف للمداخل، مرة جميلة. ايش رايكم فيها؟ بس الكمية محدودة، اللي حاب يلحق عليها لا يفوتها. مو بنقول شركة الابداع والتميز، ايش رايكم باحلى واجمل الاشكال مباخر؟ مرة حلوة ومميزة لابعد حد. يا ترى مين اجمل، فريقنا ولا فريق الرجال؟ صراحة تاخذ العقل، كهدايا، كتوزيعات وحتى كتحف، شكلها مميز وغريب. وبسعر كم؟ 5.75 ريال هللة للقطعة الواحدة. ما عاد في حيرة بعد اليوم، شركة مجمع الشامل موجودة. شوفوا معاي الجديد اللي وصلني في قسم المعدات، طبعا هذه فرشة لاستخدامات متعددة، لغسيل أطراف الحنفية، الأماكن الضيقة، وأيضا لغسيل حتى الأحذية وانتو بكرامة. استخداماتها واسعة، والكل ثلاثة قطع بتجيكم مقاسها 17 سنتي وب5.75 ريال هللة. اللي كانوا بيستخدموا فرش الأسنان لاستخداماتهم وتنظيفات منازلهم ودعوها وخذوا هذا المغلق. ما تعرفوا قد ايه النباتات في المنزل تعطي طاقة حلوة 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 وطاقة ايجابية لأهل البيت وأهل المنزل،
وفوق هذا كله عند سقيتك للزرعة أو النبتة بتاخذي أجر مرة عظيم. ازرعي بعض المزروعات في منزلك، الأحواش أيضا، الأسطح والبلكونة حتى، مع أحواض الزراعة اللي وصلتنا بالمقاسات الكبيرة والمقاسات الصغيرة والمتوسطة. وحتاخدوا لكل حوض زراعة ب5.75 ريال. هللا الله الله الله، لو كانت كمان في مدخل العمارة أو في مدخل الفيلا.